بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة فيديو كده سريع عن الفيرتلايزيشن، الحاجات اللي بتعقد كثير من الطلبة. فهشرح لكم الفيرتلايزيشن بطريقة سهلة، احنا اتكلمنا في الكلام ده قبل كده بس هنقوله ايه بمنظر فيديو. طبعا الفلاور كالآتي زي ما انتم شايفين، ده اللي هو قلنا عليه الريسبتاكل، هما مسمينه الثلمس مش هتفرق كتير، والبراكت طبعا السيبل اللي بيحمي كل الفلاور، البيتل اللي هي لونها بيجذب النحلة او بيجذب اي يعني، وكذلك بيحمي برضو الجينيتال اللي هم الميل، الفيميل والميل. ادي الفيميل معمولة من ستيجما ستايل اوفري، والميل انثر فيلمنت واسمهم على بعض ستيمن، ودي اسمها الكاربل او البيستل مش فارقة. وطبعا جوه فيه الامبريوساك، والامبريوساك زي ما قلنا ال اهي جواها لو تلاحظوا. طبعا هنبتدي الاول بس قصة ايه ان البولين جرين مش مهم، مش عليكم خالص موضوع الاكساين والانساين ده، لكن هو الشكل الخارجي والكوت الداخلي للبولين جرين الانتاين والاكساين. هي الفكره كلها ان البولين جرين فيها اتنين نيوكلياي، نيوكليس اسمها تيوب نيوكليس، دي اللي هتفرش السجاده اللي هتنزل وتعمل البولين تيوب، التيوب اللي هي هتمشي عليها او هتمشي جواها الجنراتيف نيوكليس اللي هي تبقى عملت ميتوزز وودت اتنين نيوكلياي. ما تنساش ان الجنراتيف عملت ميتوز وودت اتنين نيوكلياي اسمهم اتنين ميل جاميتس. فالبولين تيوب هتنزل تفتش السجاده بس. طيب ايه بقى اللي هنا في الفيميل؟ الفيميل سهله قوي، هما كانت واحده عملت ثلاثه ميتوزز بقت ثمانيه، اتنين هاجروا واحده من هنا واحده من هنا، فاتنين اسمهم بولر نيوكلياي، وتلاتة الناحية بتاعت البول التانية اللي هو مش ناحية الميكروبايل اسمهم انتي بودل، وتلاتة ناحية الميكروبايل اللي هو الفتحة زي الفاجينا في الفيميل كده فيها الايج، واتنين سينرجيد او الخلايا الحارسة اللي بتحرسها. تنساش دايما ان ده هيبقى الزايجوت ودول هيبقوا الاكل. البولن تيوب نيوكليس عملت ايه؟ عملت تيوب ما اسمها بولن تيوب وبعدين دخلت الاتنين ميل جاميت اللي هي كانت ميل جنراتيف نيوكليس وعملت ميتوزس. واحدة منها خصبت الايج يبقى fertilization of the egg، تمام؟ وواحدة منها خصبت الاتنين بولر نيوكلياي. لما ان تقابل ان يعملوا اتنين ان اسمها زايجوت، دي اسمها ايه؟ اسمها fertilization. طيب لما ان تقابل اتنين ان اللي هم اتنين بولر نيوكلياي فتعمل 3 ان، دي اسمها ايه؟ اندوسبيرميك نيوكليس. 3 ان خلاص، ودي 2N يبقى الزايجوت اللي هياكل الاكل بتاعه. دي اسمها تريبل فيوجن، فيوجن يعني ايه؟ التقاء ثلاثي ما بين الميل جاميت والاثنين بولر فيعملوا 3N او ترايبلويد. لكن الاثنين دول على بعض اسمهم ايه؟ اسمهم دبل فيرتلايزيشن، عملت فيرتلايزيشن للايج وفيرتلايزيشن للايه؟ اثنين بولر نيوكلياي. هذا والى لقاء اخر ان شاء الله في فيديو جديد.